بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ده رؤية سريعة لقطاع التأمين، لأن في حالات دايما لما يكون السوق ضعيف قطاع التأمين بيكون من القطاعات اللي بتكون متفاعلة. خلينا نلاحظ الآتي: ده الرينج بتاع التجميع، أو ده رينج طويل جدا للقطاع ما بين 3500 لغاية 5200 تقريبا، وبدأ يظهر فوليومات تداول عالية، وبدينا نخش هنا في مسار أفقي. فوليوم تداول عمال يزيد بشكل مميز، وبعدين ويقل، يعني هو هنا زيادة مع الصعود ويقل يقل يقل، بس كمياته اعلى من الماضي، والان اخترقنا. ده بالنسبه لنا ده اعاده تجميع، وده اول اختراق. فاحنا الان منتظرين ان رد الفعل انه يرد الان بفوليوم تداول قليل للمنطقه دي، ويبدا بقى الرالي الخاص بي. يعني حسب وايكوف انت الان في فيز اي، يبقى التصحيح تمام غير فوليوم، وبعد كده نشوف حركات الى اعلى في القطاع ده. ده بالنسبه للقطاع. تعال نشوف مثلا بعض الاسهم. انا منتبه، بس بحاول اركز مع الاسهم اللي فيه سيوله الفتره الاخيره. انت طبعا التعاونيه مقبول، بس اوريدي عند القمه في سيوله عاليه. تعال نشوف مثلا في التكافل، لاحظ ان السيوله شكل فيها اكشن، فيها تميز. السيوله اللي هنا دي، يعني لو جينا هنا نقول ان الفوليوم بيزيد، تصحيح من غير فوليوم. طبعا الكلام ده كله على الاسبوع يا شباب، يعني دي بنتكلم على حاجات خاصه، يعني خلينا نضيف متوسط، اسف 20. لاحظ ما التصحيح من غير فوليوم، اختراق، تصحيح من غير فوليوم. احنا طبعا داخلين على مقاومه، بس الى الان مع كل رد فعل من الفوليوم السوق بيعمل هاي جديد، فدي اشاره جيده. يعني نقول ان انا ارى ان ده السلوك التجميعي بالشكل ده، وان دي الفتره كان حصل فيها سبرينج كبير، او حصل يعني زي ما بيقولوها دبل، يعني رينج جوه رينج كده، ودي مرحله رالي. هنقابل طبعا عند 33 60 مقاومه، تمام. بس الى الان الصورة الكبيرة جيدة، الصورة الكبيرة جيدة. ملاذ قدر يخترق وسط الفوليومات، قدر يخترق. فملاذ الان مثلا من اسهم ممكن تعمل ريتست بالمنظر ده، طبعا احنا وصلنا عند قيمة الرينج، ويرجع يكمل. يعني احنا بنتكلم على مراحل الفيز، فيز اي، ان معظم كتير من الاسهم في فيز اي او سي متقل في وسط الفوليومات وما في، بس انا مش عايز حاجه عامله اكشن افضل او قريبه من الهاي. خليكم نرجع نقول ميد جاف مش بطال، بس انا تحت الفوليوم العالي، فما زاد ده عندي مقاومه. شوف الينز نفس السالفه، ادي الينز، اوكي، ادي الرينج يا شباب، صعود بكل الفوليومات دي، والان ده ساينس اوف سترينث، صحيح من غير فوليوم. فمن القطاع الاسهم مميزه سلامه، نفس السالفه، نفس ده الميزه في القطاع، ان كتير من الاسهم واقفه عند المقاومات وكان فوليوم، فانت منتظرين الاشاره، اشاره سواء، يعني دي اللي بيحصل الان. يعني بيعطينا انديكيشن للمتابعه ان القطاع جيد للمتابعه، تمام، او الاشاره القطاع فيها شيء للمتابعه. لان بص دايما لما بيزيد الفوليومات عن الرينج الطبيعي وبعدين يقل، بتلاقي موجه ايه، صعود جيده لفوق. ممكن نشوف اتحاد الخليج، بس بعد الزحمة دي كلها والأكشن قدر يخترق، فده من الحاجات اللي عدتها شورت تيرم جيدة. اوكي، فعندنا حركة فوق، أهلي تكافل، أسيج لسه شوية، تأمين عربية، اتحاد، اتحاد، بس هنا برضو الفوليومات مش أعلى حاجة، بس انت عند المقاومة وفي رد فعل حاصل، منتظر نرجع تاني فوقها. الصقر برضو اخترق، نقدر نقول انت الآن بتعيد اختبار للمنطقة دي، ده انت بتنتظره في الصقر. المتحدة برضو فوليومات تداول جنونية من أول ما تطرح السهم، طبعا الأسهم بتكون لسه مطروحة أو بقالها فترة مطروحة تبقى جيدة، لأن أنت فوق الرقم ده ما عندك، زي ما بيقولك مفيش مقاومات، مفيش مقاومات نهائي. فده ممكن من الاسهم اللي تعمل حركه. خلينا بس نشوف، ادي الفوليوم في التصاعد، تصحيح من غير فوليوم، وصل بمستويات قليله ورجع صعد بفوليوم قليل مش عالي، دي اشاره جيده. نبدا نشوف، انا ارى على اليومي انه من غير ما نروح لليومي عشان ما تحصلش لخبطه، انه ممكن نشوف اعاده اختبار 26 25 في النهايه، ده كام؟ اعلى 26 30 او 26 20، ونشوف رد الفعل من هناك. الان الوضع جيد، اعاده 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 اعاده، برضه نفس السالفه، بس اوريدي متحرك كتير لفوق، هو جيد نفس المبدأ، انا هجيب نفس الطريقه. نشوف بس يهدي، يعمل كوركشن بس يهدي للمناطق، ممكن مش ل 16 طبعا عشان ينزل كتير، 16 ممكن 17 18 المنطقه دي الزحمه اللي هنا
يهدى عندها، وهيكون برضو من الأسهم الجيدة. بوبا بقى عمال يسيطر، ري اكيوميليشن، تجميع، إعادة اختبار، أب ما زال نكمل، ده برضو فيز إيه ولسه مكمل. كفر الراجحي نفس السالفة. أتوقع إن القطاع ده جيد، أو يعني أنا أرى إن هو جيد للمتابعة الفترة الجاية، لأن سلوك التجميع فيه كرر شاب اخترق شاب، بس هو الواضح إن مش معظمه جاهز الآن يعني شهادة دخول الآن. أنا بتكلم على إعادة الاختبار، بس هو كصورة كبيرة هو قطاع من القطاعات القادمة. بروج، بص بروج واقف عند مقاومة، فوليومات أعلى، حتى من غير فوليوم بدأ يظهر، برضه انتظر نقطة الاختراق. ده بالنسبة لرؤيتي للأسهم. الوطنية برضه جيد، بس الوطنية عمل تجميع، انفجار، تصحيح من غير فوليوم، بعدين بيخترق الآن. أمانة، أمانة بما يعني أمانة معروف إنه ممل، بس بعد الرينج ده هيعمل حركة، الفوليومات رجعت قلت، نفس النظام، عناية، عناية. لا جيد، جيد للمتابعة، هو قطاع كله فيه السلوك ده، فجيد للمتابعة. ممكن يكون عندي أنا الأسهم الأفضل فيه أو للمتابعة. أرى طبعا تكافل الراجحي حيز جديدة، بوبا برضو حيز جديدة، أنا بحب الأسهم اللي عاملة حيز جديدة. الإعادة بس بعيدة، متوسط شوية. المتحدة برضو جيد، الأسهم برضو متابعها. اتحاد الخليج، اتحاد الخليج برضو من الأسهم اللي أنا عجباني برضو. بالتوفيق، بارك الله فيكم، وأتمنى يكون مفيد واضح للكل.